وهلا حديث البلد مع الياس الزغبي. زغبي واهلا وسهلا فيك. أهلا فيك بحديث تسلمي. البلد في معرفه انت وباسكال من قبل شخصي؟ عبر الهواء عبر الاثير. نعم اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. شو عم بلش اتعلق من هلا؟ لا عم بقول محمى اخذته برد. الياس الزغبي انت اعلامي وسياسي ومدرس ومحامي وانت اليوم عضو ب 14 اذار وكنت حاضر بالصفوف الاماميه بالاحتفال الاخير لهالذكرى بالبيال. شو بترد على اللي بيقولوا اليوم انه الاحتفال كان العدد فيه ضئيل وانه اجى بس 1500 من اصل 3000 مدعوين؟ لا مش صحيح، اجى الرقم المطلوب يعني. نعم. 1600 موجهين الدعوه لي اكثر كمان يعني ارقام مش هيدي هي. النوعية اللي كانت موجودة إذا ما نحكي بالكمية والنوعية والمضمون، مضمون الوثيقة، مضمون الخطاب. نعم. وشكل أنه الطليعة الشبابية كانت عم تقدم أفكار ونقد، هذا أهم ما في الحياة السياسية اللبنانية أنه القيادات تستمع لنقد القاعدة أو لنقد الناشطين العاديين، لأنه 14 أدار هي بالفعل هودي الأحزاب نظمت، ولكن الحالة الشبابية اللي كانت موجودة ب 14 أدار 2005 وما زالت فاعلة هي الأساس ب 14 أدار. الياس الزغبي انتسبت لحزب الكتايب بمطلع الحرب اللبنانية وكنت مقرب من الرئيس بشير الجميل، ولولا اتصال هاتفي ردك بالدقيقة الأخيرة عن درج بيت الكتايب كنت يمكن فقدت حياتك معه. نعم بالأشرفية يومتها يعني يوم الانفجار يقول 1982. نعم اجاك تليفون، من مين كان هالتليفون؟ كنت عم بعمل وقتها برامج سياسيه بصوت لبنان، احد البرامج كان اسمه شخصيه وهويه. يعني الشخصيات الكبيره بتيجي بتحكي بتقدم السي في تبعها ملخص عن حياتها بصوتها بدون مداخلات من حدا. كان عندي موعد بالنهار ذاته مع الدكتور فريد سرحال، وقتها كان نائب جزين مرحوم فريد سرحال. اجى تليفون تيأجل اللقاء ساعتين. قبل طيف كانت على بلكون الاذاعه لانه ملاصق لبيت الكتائب اللي استشهد فيه الشيخ بشير. نعم. بتعيط لي بتقول لي عجل لك تليفون، انا كنت بدي فوت على الاجتماع لانه كنا عنا صحيح ما كان في سلولار وقتها. صحيح ما كان في سلولار، عم نحكي صوت لبنان ومطرح الانفجار بيت كتائب لزق بعضهم تقريبا. ايه طبعا بالاشرفيه. ايه. شارع اديب اسحاق. صح. يعني صوت لبنان القديم السابق. نعم. مش اللي هلا. طلعت عم برد ما رديت سماع، عم بقول الو، طلع الانفجار. لطيف. اصاب احد الموظفين يعني مهندس صوت كان معنا، صرنا بيننا فيه بعدين بنص المبنى بعدين. لا انا من الناس اللي قالوا شفت الشيخ بشير طالع حي. بتقول انه هالنهار يعني اثر فيك لشغلتين، لشغله اول شيء استشهاد بشير جميل، والشغله الثانيه انك كتبت كلمه انقالت بوقتها وبتعتبرها يعني اعلاميا او مهنيا كانت. صحيح. خطا. شو هي وقتها كان مدير عام الاذاعه الاستاذ جوزيف الهاشم. نعم. من بعد ساعه من التفتيش قالوا كلهم، وانا من الجمله قلت انه طلع الشيخ بشير فخامه الرئيس حي ومشي يمكن بكسر بسيط باجره، وشفت شخص بيشبهه شوي لانه شفته انا قبل ما فات على الاجتماع لابس سهريان سماويه بلوسيال وشكل شعرات وعرقته من وراء انه هيدا هو. قالوا لي بعدين انه شخص بيشبهه شوي بهالشكل اسمه ريمون اصانيان، هيك طلعت الخبريه. هلا بعد ساعه قالوا انه نجا. بيقول لي الاستاذ جوزيف الهاشم طلعت بوجهه انا زي بتكتب فلاش دغري، بس ما قريته باسمي، انا كتبت لقد نجا لبنان، لقد نجا القائد الشيخ بشير جميل بخير وكذا. وارتحت وقتها يعني بعد ساعتين ثلاثه رجعت انكشف انه ما بين واكتشفوا. نعم. اكتشفوا الاستشهاد. نعم. الياس الزغبي بدات حياتك المهنيه باذاعه لبنان الحر وكنت من المشاركين بتأسيسها، ومن بعدها تنقلت بين أكثر من وسيلة إعلامية مثل جريدة النهار والعمل وتلفزيون لبنان. بس معقول قديش كان اسم إذاعة لبنان الحر طويل؟
في بدايتها. صحيح، ما بعرف اذا بتتذكروا اسمها الرسمي، نحن اسسناها ب 78 بصيف 78. كانت بضيعه صغيره بفتوح كسروان اسمها العزرة، دير صغير مربوط بطرس. بعدين قلنا اول السنه على عمشيد 79 على ادونيس مطرح ما هي اليوم. نعم. كان اسمها الرسمي هيك، بنبلش مثلا نشره الاخبار، هنا اذاعه لبنان الحر، اذاعه الصمود والمقاومه اللبنانيه. بعد فتره، بعد حرب الاشرفيه اللي تسمت حرب ال100 يوم ب 78 صيف 78، صار في تشنج اكثر وصار في نوع من رجعه للاصول اذا بدك. قالوا بدنا نسميها كمان اذاعه بالسرياني. بقى راحوا اخترعوا اسم، وكنت انا اقول مثلا اذاعه لبنان الحر، اذاعه المقاومه اللبنانيه، قولوا لبنان حيرو بيت مخرزنيتو لبنان يوم قومه. يعني تاخذ معكم، تاخذ نص النشره اسم الاذاعه. الطريف بالامر انه ما لقيوا كلمه اذاعه، لقيوا كلمه بيت مخرزنيتو، يعني بيت الحكي. بيت الحكي. ما في بالسرياني كلمه اذاعه لانه لغه قديمه، يعني طبعًا ما تجددت او ما دخل عليها. بيت مخرزنيتو من وين المصطلح؟ بيت مخرزنيتو. مخرزنيتو يعني حكي. باري. ايه لو بتخفف مخزنيتو شوي من مخزنيتك. الياس الزغبي، كنت من طليعة المناصرين للعماد ميشيل عون ومن حاملي لوائه الإعلامي، وخاصة بفترة حربي الإغلاق والتحرير. شو ردك على اللي بيقولوا اليوم أنك تركت التيار الوطني الحر لأنه الجنرال تراجع عن وعده بترشيحك عن المتن؟ إيه طبعاً، هاي الصورة اللي تسوقت للأسف. نعم. وهي مش صحيحة، والبرهان أنه بعد 2005 ما عاد ترشحت. يعني لو كان أنا هدفي ترشحت أعمل نايب أو وزير أو كنت بسعى له. ما ترشحت لا بال 2005 ولا بال 2009 وكمان يمكن 2013 ما راح تكون هيك. فإذا مش هيدي هي الغاية القصة، أنه باختصار بعد مسيرة 20 سنة مش بس بحرب التحرير والإلغاء، كنت مدير اخبار تلفزيون لبنان كمان من 2000 ل 2005 من المرحله التاسيسيه لنهضه التيار الوطني الحر، كنت انا الناطق الرسمي والمسؤول الاعلامي. كمان قبل كنت مسؤول عن لجنه التوعيه، يعني الفكر السياسي او الخطاب السياسي للتيار، يعني تنعطيه مضمون سياسي لما كان عنده مضمون سياسي. هلا بال 2005 حسيت انه نحن ماشيين على خط عام، طريق واسعه واسعه واسعه، هاي واي، في مفرق. قرر العماد عون يفرق بالمفرق ويروح، انا كفيت على الخط العام. كان في اشغال يمكن على الطريق. ايه بده يكون في شيء زاروه بهي تحويله. ايه تحويله. الياس الزغبي، انت مواليد الكوره. نعم. وقبل انهماكك بالاعلام والسياسه كنت تكتب الشعر وبعدك بتتذوقه لليوم. امبارح كان عيد الام، والام حتى لو غابت، نعرف انه الوالده متوفيه. نعم. الله يرحمها، بيبقى محلها محفوظ. صحيح. شو احلى هيك بيتين شعر او كتبتهم او سمعتهم بتتذكرهم؟ انا وقفت كتابه الشعر من 20 سنه. نعم. بالمرحله الاولى من الشباب. بس تركت الكوره. بعدك عم تلعب بالكوره. ما اسمها كوره، ضيعتي انت وين الكوره؟ ايها يعني ضيعه صغيره حلوه كثير على الحد الفاصل بين قضائي الكوره والباترون، اسمها بس بدون تعليق. شو؟ بزيزه. كنت تلعب ببزيزه انت وصغير؟ انا بدي اطلب ولا يا استاذ الياس، انا ما استرجيت من سوق نيته وما استرجيت اقول قلت الكوره. اذا سالتيني السؤال بدي اقول لك بتضمني ميشيل انه ما يعلق. وحياتك انا ما استرجيت اقول الاسم من مع كل تحياتنا لاهل ضيعتك. لا بس في شغله طريفه خليني مرقها بهالموضوع، لانه صديقنا الكبير المرحوم رياض شراره. نعم. المثقف الضاحك. نعم. كان صديق مع خيي الصحافي والشاعر ادوار الزغبي، عزمه على غدا. نعم. قال له اسم الضيعه هيك، راح حد منه مدامته ست رني، وكان هادي شراره عمره سنه. نعم. بس سنه السبعين بتصور طلع يلعب ببزيزه 70. بقى راح نسي الاسم، تذكر انه في بالزين، اسم بالزين يعني فيها زين. بالزين؟ لا زين، زين واحد. ايه قالوا له بزبينا، يعني بعكار. راح على بزبينا ما في حدا. قالوا له ببلاوزة، يعني بين إذن وشري، كمان في حدا. أتذكر قالوا له بطرزة، كمان في حدا. معلوم على الغدا هو بطزيزة. آخر شيء بزيزة، وصل على بزيزة ساعة 5. قال له خيي جاي على العشاء ولا على الغدا؟ قال له شوف كل هالتعب والبرم 5 ساعات، أنا عم أتعب وفتش توصلت على بزيزة. مع إنه هينة.
ما نسيت قصة الشعر ما لهينا ميشيل، شو أحلى شعر بتحبه عن الأم؟ هو أحلى شعر بأم مشتركة لثلاث عباقرة بلبنان مهمين، سعيد عاقل، عاصي وفيروز. وإذ أقول أمي أفتن بي أطيب، يرف فوق همي جناح وعندليب. أمي نبض قلبي نداي إن وجعت، وقبلتي وحبي أمي إن ولعت. عيناك ما عيناك أجمل ما كوكب في الجلد، أمي يا ملاكي يا حبي الباقي للأبد. رائع، عن جد رائع. الياس الزغبي، بما أنه انتسبت للتيار وانتسبت للكتائب، الياس الزغبي وانترفيو كتائب تيار. بدك نسألك عن القوات كمان؟ ايه كلهم، يعني أي حزب لبناني ينتمي. خلينا نعتبر كتائب قوات ميلي والتيار إذا بدي، بس سميهم اثنينهم. اوكي، مين أبرز شخصية من الجيل الجديد بالكتائب؟ أبرز شخصية من الجيل الجديد بالكتائب، في شباب اللي مسؤولين عن مصلحة الطلاب وعن مصلحة الإعلام، شوف بعضهم بيطلعوا على الشاشات جيدين. مين أبرز شخصية من الجيل الجديد بالتيار؟ ما في جيل جديد بالتيار، هو جيل اللي بلش بالتسعينات وبعده مكفى، هو ذاته اللي بعده الواجهه للاسف. وهيدا اونديكاب، يعني هيدا عثره كبيره بتنظيم شيء اسمه حزب حداثي جديد، مثل ما كنا واعدين حالنا انه يكون نموذج للعمل السياسي في لبنان، للاسف صار يعني اكثر تقليديا من سواه. أسوأ شيء بالكتائب شغله واحده. أسوأ شيء بالكتائب حسب ما عم بشوف عم براقب هو بعض الغيرة التنافسية مع الأحزاب المسيحية الأخرى. نصيحة للتيار. نصيحة للتيار إنه ما يتخلى كان بهالسهولة عن الطاقات المهمة فيه، لأنه عم أكثر الطاقات ذات الوزن وذات هيك المعنى والحضور، مش عم بقصد عن حالي. نعم. أنا بعرف عشرات الكادرات المتقدمة المتعلمة المثقفة الفاعلة الناشطة عم تترك وتبتعد للأسف. نصيحة للكتائب. الكتائب بدها تضل تجدد حالها على الأساس، يعني على التراث تبعها، ولكن مع تجدد دائم. هلأ عم تحاول تتجدد، ولكن عم بيحكمها يمكن بعض الضوابط الحزبية اللي ما بتخليها تتوسع بشكل أسرع وأكثر. نصيحة لباسكال. باسكال تحتفل بعيد اسمه. باسكال جاي من باك، يعني فصحية. ما نخلقت بي. يعني قرب عيدي. باسكال. باسكال. أنت ب 27 أدار باسكال، ما هيك؟ عمر طويل يعني هلأ جاي عيدك. ساندرين. اختر أغنية من سامبلر أمام منى. بدك تجي لهون وتنقي أغنية عن السامبلر. هون عندها هون. أنا بدك. يلا أطرطة. هلا كلها. لا مش أغنية. أغنية. ما بتعرف. هلا أغنيكي كلها هونيك بدون لا أطرطة. بدك تشوف الأغاني. كل وحدة مكتوب عليها اسمها. وتنقي اغنية منهم. رح نقي عشوائيا. طيب يلا خلينا نشوف. كرتون. يعني كرتون وسنفور. زبطت مع باسكال. طبعاً بيكمل الحلاقة.